وبالعودة إلى خبرنا السابق، يبدو أننا استطعنا أو تمكنا من التواصل مع المحلل العسكري العقيد زياد حاج عبيد، ينضم إلينا من مدينة جرابلس. أهلا بك، هل تسمعني الآن بشكل جيد سيادة العقيد؟ أسمعك جيد أخي الكريم. طيب سيادة العقيد، كنت قد سألتك كيف لقوات النظام أن تسيطر على مطار عسكري ضخم بهذا الزمن القياسي، وخاصة أن العديد من المناطق في محيطه لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة؟ أخي الكريم، تنظيم الدولة أصبح منهار، عم يترك النقاط ويخلي النظام، يخلي النقاط الرئيسية والهامة لدى قوات النظام. أخلى المحطة الحرارية، انسحب من حصار مطار كويرس بعد سنتين وقدم مئات الشهداء وانسحب. المطار ليس بالمطار العسكري الضخم أو الكبير أو الذي يستحق الأهمية الكبيرة. هناك 18 مطار عسكري في الجمهورية العربية السورية استخدمها جميع النظام لقصف وتدمير وتهجير الشعب السوري. لم يبقى لدى النظام سوى 9 مطارات ضمن الجاهزية القتالية، وليس لديه القوات الكافية من الطائرات أو الطيارين لاستخدام هذه المطارات. طيب يعني حميمين بتكفي وبتوفي، يعني والطائرات الروسية. طيب برأيك هل سيعيد؟ جيد، هل طبعا حميمين ومطار حماة ومطار ضمير. أيوة. مطار هل هل مفهوم هل سيعيد النظام تأهيل المطار برأيك واستخدامه في عملياته العسكرية، أم أن ذلك مستبعد؟ مستبعد جدا، ولن يستطيع النظام بقواته الموجودة وعتاده الموجود بإعادة تأهيل المطار للعمل. يمكن أن يستخدمه كمطار احتياطي لهبوط الطائرات المصابة والمعطوبة ببغية إنقاذ الطائرات أو الطيارين أثناء ضربهم من قبل الثوار أو من قبل داعش. طيب أنت تعزو السبب لوجود أيضا مطار حميمين القاعدة العسكرية وهي تفي بالغرض؟ طبعا يعني مطار حميمين، مطار حمال عسكري، مطار شعيرات، مطار الناصرية، مطار ضمير، مطار المزة، المطار الدولي في دمشق. هذه المطارات كافية لتنفيذ هجمات النظام على الجمهورية العربية السورية. طيب إلى ماذا يشير تسلم قوات النظام أو قوات سوريا وقوات سوريا الديمقراطية جميع المطارات من قبل التنظيم؟ يعني هنالك قاسم مشترك بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية من حيث التسلم لهذه المطارات، والتي كان الثوار قد حرروها منذ بداية الثورة. لا، هناك قاسم مشترك، انهم اثنين الفصيلان يعملان بالتعاون تمام، وداعش امام هذه الفصيلين اللي هو فصيل النظام وقوات سوريا الديمقراطيه تنسحب كالكلاب، وامام الجيش الحر تصبح كالاسود للاسف يعني. ولكن بالمحصله لا يمكن استفاد قوات سوريا الديمقراطيه من المطارات، ولا يستطيع نظام اعاده تاهيل هذه المطارات. يعني عملية بس عملية قضم أراضي والاستفادة من مساحات أكبر. النظام يقول أنا لدي مساحات، مسيطر على أكبر مساحة من ريف حلب، ومسيطر من ريف حماة، ومسيطر من ريف حمص وريف دمشق. فهي الغاية عن سيطرة مساحات. وأيضا قوات فسد أو قوات سوريا الديمقراطية للتعاون معها أيضا سباق في كسب المساحات، فقط مساحات أراضي للتفاوض وكسب أكبر إنجازات بالتفاوض. هاي الغاية. أشكرك جزيل الشكر من جرابلس المحلل العسكري زياد حاج عبيد، شكرا جزيلا لك.